يسعد مساكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم سيدتي. طبعا اليوم حلقاتنا كثيرة ومتنوعة وجميلة كما العادة، بس بداية خلوني أرحب بزميلتي أسرار ونشوف إيش عندها. هلا وسهلا فيك إيمان، يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. خلوني في البداية أذكركم بهاشتاغ سيدتي لليوم واللي راح يستمر معاكم إن شاء الله خلال شهر أكتوبر، عشان تشاركونا فيه برسائلكم عن سرطان الثدي. رسالتنا اليوم راح تقدمها لنا عبر الهاتف أستاذة نورة العويد. أهلا وسهلا فيك. يا هلا عزيزتي. أستاذة نورة، سمعتنا أستاذة نورة؟ هي عزيزتي معك. بداية أستاذة نورة حابين نقول لك ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. وحابين نسألك أستاذة نورة، إيش هي الرسالة اللي ممكن تقدميها لكل نساء العرب كامرأة ناجية من سرطان الثدي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رسالتي لكل بنت ولكل امرأة أنه ليست وردية فقط بل لكل الألوان. رسالتي أنه المرض ما يعرف بعدين، لابد أنه أنا أوعي نفسي أولا، ثانيا أوعي من حواليني، ولا أكون إنسانة ضعيفة، لأن المرض أصلا يعني شخص ضعيف وهو مرض خبيث. إذا أنا ما اقتحمته وما حاولت أنه أنا أكسب نفسي راح أضعف راح أستسلم له. صحيح. طيب أستاذة نورة، إحنا حابين نعرف قصتك مع المرض وشلون نجوتي من هذا المرض. قصتي بدأت قبل سنتين و حاجة بالتمام. بدأت عن طريق الصدفة سبحان الله. بعدها قلت لازم أتصل اللي هو عند الطبيب للتأكد. طبعا كان عندنا حالات وراثية بالعائلة، فهذا شيء كان خلاني متخوفة نوعا ما. فحصت عند الدكتور وقال لي لابد من أخذ خزعة واحتمال يكون عندي بذرة سرطانية. ما أخفيكم أنه الأمر يعني كان بالنسبة لي مثل الصاعقة، لكن سبحان الله الله تعالى يكون دائما مع عباده وانزل علي صبر. صحيح. والحمد لله على كل حال كنت انسانه قويه بعدها، يعني انا اني جدا قويه وانا سوبر هيرو سوبر وومن. عملت لأم التحاليل بعد اكتشافي بالمسمى اللي هو القاتل عند بعض الناس، انا ارى انه ليس القاتل بل هو هديه الرحمن. طيب كلمة أخيرة أستاذة نورة ممكن تقدميها لكل المصابات بهذا المرض؟ نعم. رقم واحد التوعية، ثم التوعية. أنه لازم أنا أوعي نفسي وأوعي اللي حواليني. حاجة ثانية لازم أنا أكون قوية، لأني أنا لو كنت إنسانة ضعيفة راح يتغلب علي الألم والمرض وجميع من حولي بيكونون ينظرون لي بنظرة سلبية. أن المرض غير مميت، يعني أنا مجرد تفكيري فيه، مجرد أنه أنا أحط نفسي بفوضى المرض أنا راح أكون جدا إنسانة ضعيفة. لكن الحمد لله لما يكون عندنا ثقة بالله تعالى ونوعي أنفسنا، نحاول أن حنا يعني نقنع اللي حوالينا بأنه هذا الشيء يعني ما هو طريق للموت، أنا أخليه هو حاجز لي ويني كذلك فقط. جميل جدا. السيدة نورة العويد شكرا لهذه الرسالة الوردية، شكرا لك وشكرا لاتصالك. ومن رسالتنا الوردية مشاهدينا خلينا انتقل